ليه ان شاء الله؟ هتربينا من اول وجديد؟ اه هربيكم من اول وجديد. يا كاميليا كفايه مش بالشكل ده. مفيش تفاهم، واللي هقوله هو اللي هيمشي. والكلام ده على مين بقى ان شاء الله؟ على الكل. وانا مش موافقه، انا ما بعملش حاجه غلط. هتنفذي غصب عنك. مش هنفذ يا كاميليا. اوعي قسما بالله العظيم لو ما اديت ايدك عليا تانية يا كاميليا ما هسيبك في حالك. تعالي انا عايزاكي. نعم. انت غلطانه يا كاميليا، العصبيه مش كويسه. وبعدين بابا الله يرحمه عمره ما زعق لواحده فينا، وعمره ما قال كلمه وحشه. لما كانت تبقى في حاجه مضايقاه كان بيقولها وهو بيضحك. حتى ما ينفعش تيجي في يوم وليله وتغيري كل ده. يعني انت عاجبك اللي حصل؟ وبعدين دول لازم يعرفوا ان الموضوع ما بقاش سايء. المهم انا هرجع الشبكه لرامي. لا، هو اللي طلع مش راجل، وهو اللي ما التزمش بكلامه معاكي، يبقى ملوش حاجه عندنا. الاصول بتقول كده. انا النهارده رميت الدبله في وشه، وانا مش عايزه اي حاجه منه. يغور هو وشبكته، ومش عايزه اي حاجه تفكرني بيه. خلاص ولا يهمك. انا كنت طول عمري بقول بتحب في ايه ده، ناشف ومقدد وغريب. عندك حق، العيب فيه مش انا. ايوه هاتي اللي فيها. حبيبتي اللي عندك ده انت مالكيش ذنب فيه، اكيد ربنا له حكمه. ايه حكمته يا كاميليا؟ ايه هي؟ انا عايزه اعرفها. انت فاهمه قد ايه انا ببقى نفسي انزل من البيت واتمشى واقعد في اي حته، بس بخاف ان الحاله تجيلي. بكره نظره الشفقه في عيون الناس لما بفوق، بكره. هتخفي وهتبقي زي الفل. هتخفي ايه بس؟ انت عارفه انا بقالي قد ايه بتعالج. بصي انا مش عايزه اشغل بالك باي حاجه، وانا كمان احاول ان انا ما اشغلش بالي. بس عايزه اقولك على حاجه واحده. من كلام عم جمال النهارده أنا شايفة إن إحنا كلنا لازم نشتغل. خفي عن البنات شوية. أنت مش عارفة بكرة في إيه. مش هتقرف، زهقت. قرف، كله قرف. في إيه يا مروة مالك؟ زهقت، زهقت يا أميرة وخلاص ما بقتش طايقة نفسي. مش لاقية حاجة كويسة أروح بيها الشغل. كل الحاجات اللي في الدولاب زي الزفت وعرة. ونص هدومي بس نفهم صحابي. خلاص يا ستي استني لما تقبضي وهاتي اللي نفسك فيه. لا يا شيخه، هما بقى يستنوني لحد ما اقبض. يا حبيبتي انا بشتغل في شركه ازياء، يعني انا واجهه للشركه دي، واللي داخل واللي خارج بيتفرجوا عليا، وانا نفسي زي ما انت شايفه. خلاص خدي من عندهم واخر الشهر اديهم فلوسهم. لا والله اخد من عندهم على الحساب، وقولوا عليا ان انا مش لاقي اكل. يا سلام، طب ما هي دي الحقيقه، ما احنا فعلا يا بنتي مش لاقيين ناكل. لا انت مش طبيعيه بجد، انت والله العظيم ما طبيعيه يا ميره. واسكتي احسن عشان هترفعي لي ضغطي. ميره ما تزعليش والنبي مني، انا بس متعصبه شويه، اعصابي بايظه. بقولك ايه يا ميره، انا عايزه اسالك سؤال بس ورحمه ابوكي، ما تفهميني غلط. اسالي. ايه عايشه هنا ليه؟ عاجبك ايه في الفقر؟ انت ليه دلوقتي مش مع امك الست زينب هانم؟ دي هانم، وانا واثقه ومتاكده ان هي قالت لك مليون مره يا حبيبتي تعالي عيشي معايا. قالت لي طبعا. اه قالت لي طبعا، بس انت عاجبك الفقر، خليكي يا حبيبتي على في الفقر. اسيبكم يعني يا مروه؟ لا يا حبيبتي خليكي منوره الحاره. عارفه يا مروه، قبل ما بابا يموت بيوم كنت بفكر اقول له ان انا همشي، مش عشان انا مش عايزه اقعد معاكوا، لا عشان اشيل من على كتفه هني شويه. بس انا لو عملت كده دلوقتي وسبتكم هبقى بجد ندله. عارفه بقى انا لو منك اقسم بالله استندل من اول يوم.
تعالي عايزه اسالك على حاجه. اقعدي لي كده قولي لي بقى، الواد ابن جوز امك ايه؟ قصدك مين؟ مروان؟ مروان شهم ولطيف، واخد باله منك، ما رضاش يخليكي تروحي لوحدك. ايه بقى؟ والله يا مروه انا ما توقعتش منه كده خالص. طب ايه يا حبيبتي؟ هو ايه اللي طب ايه؟ يعني انت مش عايزه تروحي لزينب هانم، ياخدك هو. مروه وانت مالك مهتميه قوي بالموضوع ده كده ليه؟ يعني يا حبيبتي يعني اصل انا مش انا اختك برضو بحبيبتك. يعني تروحي تتريشي وتعيشي عيشه كويسه وتشيلينا من ام الفقر اللي احنا عايشين فيه ده، فاكيد مش هتسيبيني لوحدي. مش انا اختك حبيبتك؟ يعني احنا مش من نفس الام بس من نفس الاب، وتربينا في نفس البيت، صح ولا ايه يا حبيبتي؟ لا مش صح يا مروه، تصبحي على خير. الفقريه دي المصحف انت طبيعيه، يخرب بيت فقرك. واضح ان احنا معطلينك او حاجه. لا ابدا ما فيش عطله ولا حاجه، اتفضل سعد. هو احنا ثانيه واحده شوف كده عادل مين اللي بيتصل، رقم غريب. ده ابو طلال. رد عليه، رد عليه. الو ابو طلال، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. لا والله احمد بيه بس في اجتماع، يعني ممكن ساعه كده واخليه كلام حضرتك. لا البضاعه في ميعادها، في ميعادها هتوصل باذن الله، ما تقلقش. لا مش هينفع بقى تحط الفلوس بقى في البنك القديم. لا اصل احمد بيه قطع علاقته بالبنك القديم ويعني مش ناوي يكمل معاه. فال10 مليون حق البضاعه خليهم معاك، احتمال كمان ساعه كده ابعت لك رقم حساب تاني، يعني يا مسهل، هنشوف لسه هنشوف. لا حبيبي تأمرني ساعه واخليك اكلمك باذن الله. باذن الله. سلام ابو طلال. سلام يا حبيبي. سلام. ده ابو طلال. احنا كنا عايزين نودع عندكم في البنك مبلغ كبير شويه. اوكي تحت امركم. انا متاكد ان انتوا بتقدموا خدمات مصرفيه عاليه، وخصوصا ان احنا بنتعامل مع جهات كبيره في جميع دول العالم. يعني انا بس يهمني الدقه والسرعه. لا وهم اكيد احمد بيه بيسمعوا عنك طبعا. طبعا غني عن التعريف احمد بيه. شكرا. من ناحيه تطمن خالص، احنا عندنا افضل نظام مصرفي في مصر كلها. طب ده كويس جدا، ده حاجه تطمن قوي. لا انا متفائل احمد بيه ان البنك ده باذن الله يحوز رضا حضرتك، يعني باذن الله. وانا كمان متفائل جدا الحقيقه. ايوه تعالى لي حالا عندي دلوقتي. اشربي يا خاله خليله. كوبايه شاي يا ابني الله يرضى عليك. وعندك شاي لخاله خليله. سامحيني ابوس ايدك. ربنا يسامحك يا متولي، قلبي موجوع عايز ادعي عليك بس مش هين عليا. سامحيني يا امه، والله العظيم كان غصب عني.